اي يا سيدي، مشينا جوله خفيفه في سوق حد ولا دفرج، مشينا اخذنا فويلات وحميمصات باش غنمشيو الفتره وياهم ان شاء الله. اما الفول حماص عبر اخويا مزيان عبر، مشينا شنا العواشر تا هما باقيين داخلين. وحده وحده المونيكات دايره 600 ريال، هادي كاينه ماركه بحال دايره 500 ريال. شحال هذا؟ هذو الطيارات دايرين 400 ريال 300 ريال، العواشر غاليين هذا العام. ومن بعد سيدي مشينا شنا ها مطيشه، ها الدنجال، ها الفلفله، كل شيء موجود في السوق. ودزنا عند مول الدجاج حتى هو مطالع به الله، هو باقي عنده شي فريجات غيكمل ما غيمشي بحالو. شكرا. السلام عليكم الخوت، طابونو معايا مع الربيع، الله يحفظكم. ابونو مع الربيع راه كيدير داكشي ديال الزريعه، داكشي ديال التستات، كلشي يعرف ليه. دعموا لي الربيع الخوت، دعموا لي الربيع، الله يحفظكم. بيس ليكم.